وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. اهلا وسهلا بكم طلبتنا الاعزاء، ورجعنا وياكم بحلقه جديده من برنامجكم برنامج سؤال اليوم، واليوم الجول بباحات الجامعه على مود نشمس ونستفاد من فيتامين دي. واليوم سؤالنا لهذه الحلقه، شنو المعلومه الطبيه اللي تعلمتها اخر فتره؟ تبدو انيقا بنا فريدا، تبدي جمالا لنا جديدا. معلومة طبية ولا معلومة طبية؟ البرستول، بنادول، والله ما أعرف صراحة. هنا هواي بس ما جاي يجي على بالي، اعطيني لحظة أفكر. يعني طبية من أي مجال؟ على قياس الضغط الطبيعي 12 على 8. بنادول ما السخونة، للسخونة، الوجع الراس، وبعد ما أعرف هاي المعلومات اللي أعرفها يعني. ميزول بشرة، توريد ونضارة وشد. إي شدين كانوا لي، شدين كانوا لي على زاوية 45. صراحة يعني ما أدري، راح من بالي ها إنه البرتقال والليمون يحتوي على فيتامين سي، فيعني مفيد. فيتامين دي 3 يقوي العظام، يمنع الخمول والنعاس وهاي الشغلات كلها. تعلمنا يعني بالآونة الأخيرة اللي بالجائحة كورونا، يعني تعلمنا اللي تعقيمات اللي أرشدونا بها الأطباء، اللي الكمامات، الوقاية، هي هاي يعني اللي تعلمناها احنا. ولهنا وصلنا لنهاية حلقتنا، مثل ما شفتوا أجوبة طلابنا، نرجع لكم بحلقة أخرى. بخير آتي يا ضحكة الناس والحياتي.